معنا من العاصمة الأردنية عمان لمزيد من التفاصيل حول الموضوع المحلل السياسي العراقي السيد غازي فيصل حسين. أستاذ غازي، بداية مرحبا بكم. هادي العامري يقول إن الحكم في العراق لن يعود سنيا، هكذا قال هادي العامري، في حين يتحدث هو والتحالف الوطني عن حكم الشراكة، يعني كيف تنظر إلى هذا التناقض؟ أكيد احنا ألفنا الكثير من التناقضات في التصريحات السياسية والبيانات من مختلف الكتل والأحزاب السياسية. بعض الكتل تتحدث عن المصالحة، تتحدث عن التوافق، تتحدث عن الشراكة إلى آخره، لكن عمليا نذهب إلى سياسات إقصائية تمييزية مذهبية. لاحظنا هذه التناقضات منذ 2003 لليوم، يعني ليست جديدة على الإطلاق. نذكر تصريحات الجعفري سابقا في 2005 و2004 وبعدها حول المصالحة وغيرها من المشاريع. عمليا كانت يحصل العكس، يحصل الاضطهاد، يحصل الاعتقالات، القمع، التصفيات، الاعدامات. ولكن استاذ غازي، ما مآل ان يتم حكم العراق وفق هذه الرؤيه؟ يعني المالكي يدعو من روسيا الى حكم الاغلبيه، وطبعا يقصد حكم على خلفيه طائفيه، يعني كيف يمكن للعراق ان يحكم وفق هذه الرؤيه؟ هذه الرؤيه في حد ذاتها، هذه الفلسفه، هذه الافكار خطيره، خطيرة لأنها لا تؤمن بالشراكة السياسية، لا تؤمن بعملية المشاركة بين البنية التحتية، معنى الأحزاب والمنظمات والهيئات والجماعات على اختلاف انتماءاتها المذهبية العرقية الدينية القومية مع البنية السياسية الفوقية للنظام السياسي، بمعنى مع السلطات. هذه النظرية، هذه الفكرة الإقصائية اللي تستحوذ على عقل وتفكير السيد المالكي هي أسباب النكسات، ويعني هي سبب جوهري النكسات والنكبات الكارثية في الحياة السياسية في العراق. كل ما يحصل اليوم هو بسبب التفكير اللا عقلاني، التفكير الذي لا يؤمن بالديمقراطية أصلا ولا يؤمن بالتعددية السياسية، يؤمن باحتكار السلطة، لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة. اليوم المالكي وحزب الدعوة يؤمن بالشراكة المذهبية، بمعنى احتكار مذهب محدد للسلطة السياسية على صعيد الحكومة، السلطة التنفيذية، على صعيد البرلمان وعلى صعيد القضاء. واليوم وصلنا إلى نظام يعتبر الأفسد في العالم بسبب هذه السياسات القمعية. يبدو أن هذه السياسات هي مستمرة أستاذ غازي، يعني حتى في من جانب يعني رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. نعم. يعني في كلمة عن الدعوة للوحدة والابتعاد عن الطائفية، العبادي ألقى بمسؤولية تدمير المدن على ساكنيها وأنهم هم سبب التفرقة. يعني هل هذا تنصل من مسؤولية الحكومة بحماية الحدود؟ كيف تنظر إلى هذا التصريح من قبل رئيس وزراء العراق الآن؟ نعم، الحقيقة يعني على الرغم أنه السيد حيدر العبادي هو من قيادي حزب الدعوة معروف، وهو جزء من هذا الطاقم اللي وصل للعراق بعد 2003 وهو شريك في كل ما حصل بالتأكيد من نتائج سلبية خطيرة في العملية السياسية، لكن مع ذلك نلاحظ العبادي لديه بعض التصريحات المتباينة والمتناقضة مع الاتجاهات المتشددة للسيد نوري المالكي. نلاحظ عند انتقادات مثلا من بعض الانتهاكات حقوق الإنسان، محاولة ل يعني الاستجابة للتحقيقات لكشف حقائق عن هذه الانتهاكات الخطيرة، يعني ولكن إلى الآن لم نسمع أن لجنة ولكن هذه نعم أستاذ غازي، رغم ذلك يعني لم نجد لجانا قد تشكلت للوقوف على هذه على وجه الحقيقة من خلال انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المناطق التي استعيدت السيطرة عليها. ولكن يعني هنا أستاذ غازي، إلى أي مدى ترى أن العملية السياسية يعني جاءت محققة للأهداف عند تشكيلها وعند تكوينها من قبل الأمريكيين؟ العملية السياسية ابتدأت
إذا جاز التعبير ناقصة ابتدأت لكي ترسخ الصراعات المذهبية والعرقية والطائفية داخل المجتمع العراقي، ابتدأت لكي تفكك ضمن استراتيجية معلومة وواضحة منذ مجلس الحكم، منذ تأسيس الدستور اللي يعتبر أسميه شخصيا دستور الخطيئة، لأنه أسس لكل النكبات والكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات بين كردستان وبغداد والجنوب والشمال. أيضا كل هذه السياسات علينا أن لا ننسى هي التي أنتجت وعززت ظاهرة الإرهاب والعنف والعنف المتقابل والمتبادل في داخل المجتمع العراقي. هذه السياسات اللي هي سياسات أعتبرها عدوانية ضد المجتمع، لأنها أفقرت المجتمع. اليوم المجتمع العراقي معدلات الفقر في المجتمع أكثر من 34%، ومعدلات البطالة أكثر من 31% من سكان العراق. واليوم يوجد أكثر من 5 ملايين طفل معرضة حياتهم للموت بخطر الموت، وتقديرات اليونيسيف أكثر من 2.5 مليون طفل أيتام، 5 إذن ملايين إذن في هذه الحالة ملايين يتيم. إذن في هذه الحالة أستاذ غازي إذا سمحت لي، مرعبة يا سيدي الكريم. بالضبط، يعني بالضبط كلامك. أيضا حتى شركاء العملية السياسية هم يعترفون بفشل العملية السياسية، إدارة مؤكد. الدولة بهذه الطريقة إدارة فاشلة، هذا حتى باعتراف شركاء العملية السياسية. ولكن السؤال هنا، لماذا يدعم المجتمع الدولي عملية سياسية ولدت ميتة؟ أعتقد هنا يكمن التواطؤ الكبير والخطير بين الإدارة الأمريكية بصورة خاصة وبين بريمر اللي كان الرئيس التنفيذي لقيادة التحالف وسلطة التحالف المدنية في العراق. الحقيقة قوانين بريمر، سياسات بريمر، استراتيجية بريمر كانت تستهدف تجذير الصراع الطائفي في العراق. هدف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كونداليزا رايس وكولين باول هو دفع العراق إلى حروب طائفية، شيعية سنية، شيعية شيعية، سنية سنية، كردية عربية، تركمانية كردية، وهكذا بهدف السيطرة عبر هذه الفوضى مع الأسف على الثروات والموارد العراقية العملاقة الكبيرة والتحكم في أمن العراق. واليوم نلاحظ يا سيدي الكريم عندما نستمع إلى محاولات تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وعودة أمريكا عبر القواعد وعبر الوحدات العسكرية المقاتلة وغيرها، نلاحظ هناك نوع من الاستجابة أو الترحيب لاحتلال أمريكي جديد أصلا هو قائم لإنقاذ العراق على سبيل الافتراض من الاحتلال الإمبريالي الإيراني المذهبي. نحن اليوم أمام كارثة وطنية وإقليمية كبرى على صعيد الشرق الأوسط في الكامل. أستاذ غازي، على العراق تم تدميرها، ليبيا، اليمن، أستاذ غازي، على الصعيد الداخلي للعراق وتحديدا ملف التحالف، الحكيم أعلن تشكيل تيار جديد بعيدا عن المجلس الأعلى، كيف تنظر إلى هذا التفكك أو التشظي إذا صح التعبير في التحالف، وما هي أسبابه من وجهة نظركم؟ يعني أعتقد من الصعب الآن بسرعة نحكم على هذه التشكيلات والترتيبات الجديدة بسبب الفشل والهزيمة وسوء الإدارة والسمعة المتدنية اليوم للأحزاب اللي شاركت في العملية السياسية، خصوصا المجلس الأعلى يتحمل مسؤولية كبيرة عن كل ما ارتكب من جرائم بحق الشعب العراقي في مختلف المدن. هذا الدمار المرعب، اليوم العراق يحتاج إلى 300 مليار دولار لإعادة بنائه. إذا المجلس الأعلى مسؤول، حزب الدعوة مسؤول، الأحزاب الأخرى اللي موجودة والكتل في البرلمان مسؤولة، الكل مسؤول عن كل هذه الجرائم. عبر هذه التشكيلات الجديدة للشباب، تشكيل أحزاب مسميات أخرى غير مسميات طائفية، هي محاولة لخداع الناس، لخداع الرأي العام. شكرا لك. محاولة لكسب المعركة ولكسب الأصوات في الانتخابات القادمة، فهي اعتبرها جزء من التضليل للرأي العام، التضليل السياسي، التضليل الإعلامي، تضليل ممنهج. وايضا يعني مثل ما لاحظ سليم الجبوري الان وبصدد تشكيل حزب جديد، الحكيم شكل هذه الحركه، نسمع العبادي ذاهب باتجاه ايضا تشكيل حركه او حزب. استاذ غازي وضحت الصوره، شكرا جزيلا لك ونعتذر لضيق الوقت. شكرا لك استاذ غازي فيصل حسين السياسي العراقي.